السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا أصدقائي الأعزاء، معكم أحمد عاطف من قناة القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله تكملة لسلسلة فيديوهات كورس المحادثة الخاص بأهم التعبيرات اليومية والعملية. تعالوا بينا يا ترى هناخد النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة هناخد إيه؟ تعالوا نبص مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين احنا في شركة مستر لي اللي هي الخاصة باللايتنج الخاصة بالإضاءة، وما زلنا بنتعرف على الموظفين، وخلال التعارف ده بنتعرف على مصطلحات مهمة جدا بنستخدمها في الحياة عموما وفي حياة العمل بشكل خاص. فتعالوا كده نشوف التركيب بتاع النهاردة ايه. زي ما احنا شايفين كده التركيب بتاع النهاردة in an hour. in an hour يعني في خلال ساعة. one hour after now يعني مثلا على سبيل المثال، يعني لما اقول مثلا الراجل هنا بيقول الموظف الموجود بيقول I'll be back in an hour. I'll be back in an hour يعني انا هكون او ان شاء الله هرجع في خلال ايه ساعة. تمام كده؟ فطبعا الموظفة هنا بايه بتسجل الميعاد وبيجي في الميعاد بتاعه. طبعا هو زي ما احنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت هو واخد العينات عشان يوريها طبعا الكاستومرز للعملاء بتوعه، فبيقول I'll be back in an hour. I'll be back in an hour. ممكن نستغل طبعا ده في حياتنا في ايه؟ طبعا انا كواحد طالع من البيت فبقول مثلا لبابا ماما ان شاء الله انا راجع في ان شاء الله يعني في خلال ساعة هكون موجود هنا، او انا رايح الشغل بقول للمدير بتاعي انا في خلال ساعة هكون هنا، او ما بيني وبين الاصحاب عادي بشكل غير رسمي ممكن استخدم التعبير ده. فانا عايزين نطبق الموضوع ده عندنا في حياتنا العملية. طيب تعالوا ناخد more examples. زي احنا شايفين المثال الاولاني بيقول ايه؟ She hasn't arrived yet. She'll be here in 10 minutes. She hasn't arrived yet. She'll be here in 10 minutes. يعني هي ما وصلتش حتى الان، ان شاء الله هي هتكون هنا in 10 minutes يعني في خلال 10 دقائق، بمعنى يعني ال 10 دقائق مش هيعدوا الا ان شاء الله هتكون موجودة باذن الله. طيب مثال كمان بيقول لي He is almost finished with high school. He will graduate in a few months. He is almost finished with high school. He will graduate in a few months. طبعا هو بيقول هو يعني خلاص تقريبا هو طبعا هيخلص المدرسة الثانوية هاي سكول، وإن شاء الله هو هيتخرج طبعا من المدرسة ديت in a few months يعني في خلال أشهر قليلة. in a few months في خلال أو في غضون، ديت باللغة العربية ترجمتها في خلال او في غضون. ده التركيب الاولاني. طيب المصطلح الثاني معانا النهارده تعالوا كده نبص مع بعض. هو ahead of on behind schedule. ahead of on behind schedule. كل حد منهم او كل مصطلح منهم ليه معنى. كل مصطلح منهم ليه ايه معنى. فلو قلنا ahead of schedule، لو قلنا ahead of schedule دي معناه سابق للميعاد المخطط لي. وليكن انا مثلا حاطط ميعاد اخلص فيه مشروع معين الساعة 2، فانا خلصت المشروع ده الساعة 1:30 بدري، فده اسمه ايه ahead of schedule يعني قبل الميعاد المقرر ان انا اخلص فيه المشروع ahead of schedule. طيب لو انا خلصته بقى الساعة 2 بالظبط يبقى ده اسمه on schedule في الميعاد بالظبط. لو خلصته بقى الساعة 2 ومتأخر بقى ده اسمه behind schedule زي ما احنا شايفين في الصورة. ف ahead of schedule on schedule behind schedule. والمعنى لو قلنا ahead of schedule يبقى faster than planned. لو قلنا on schedule يبقى دي معناها as planned. لو قلنا behind schedule دي معناها slower than planned. تعالوا كده بالصور دي هنفهم اكتر. الصورة فوق اللي هي على الشمال طبعا ماسك طبعا يعتبر تايم تيبل لوحة المواعيد اللي هو المفترض هينفذها. الساعة 1 هو هيتلقى مكالمات، الساعة 2 هيروح البنك، الساعة 3 طبعا عنده ايه ميتنج اجتماع. فتعالوا كده الصورة على اليمين، الساعة 12:50 دي المفترض يتلقى مكالمات الساعة 1، فبدأ يتلقى الساعة 12:50 ده، فإذا هقول ايه بقى I am ahead of schedule يعني أنا سابق الميعاد المفترض أبدأ أشتغل فيه. طيب لما ننزل تحت الصورة على الشمال هو راح البنك، طبعا شايفين صورة الحائط دي، الصورة على الحائط مكتوب موجود عليها ساعة، فببص لها الساعة 2 بالظبط فبيقول لنفسه I am on schedule. I am on schedule. طيب بعد كده الصورة الأخيرة راح طبعا المفترض عنده اجتماع
الساعة كام؟ الساعة 3. فطبعا ببص في الساعة، هو في البنك طبعا اتأخر، ببص في الساعة لها الساعة 3 وكسر، 3 و10، 3 وربع. فطبعا هنا بقول لنفسه ايه؟ I am behind schedule. I am behind schedule يعني اني تخلفت عن الميعاد المفترض ابدأ احضر فيه. لما ناخد more examples، the first one is please drive faster, we are behind schedule. Please drive faster, we are behind schedule. يعني من فضلك خد السيارة بسرعة، احنا متأخرين عن الميعاد المفترض نكون ايه موجود فيه بالظبط. مثال كمان، one more example. How is the project coming along? How is the project coming along? يعني ازاي المشروع ماشي؟ فطبعا الرد كان fine, everything is on schedule. كويس، كل حاجة في الميعاد ومظبوطة. طبعا دول المصطلحين بتوع النهاردة. طبعا ان شاء الله في الفيديو الجاي توقع ان شاء الله امتحان في مقدمة الفيديو عن المصطلحات الستة اللي فاتوا، فعايز الناس تحاول تراجع الفيديوهات اللي فاتت. واتمنى من الناس طبعا يعني انا عارف الناس بتقدر المجهود، تحاول بقى تفيد اكبر عدد من الناس، تشير الفيديو وتعمل لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد. طبعا في نهاية الفيديو اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.